دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. ما شاء الله.